وإدراك مسالك القرآن في هذه المطالب الثلاثة، الإيجاز والإطناب والمساواة، يوقف على مطالع من المعاني العامة للقرآن الكريم. فمثلا من سبر سنن القرآن في بيان الكمالات الإلهية والكمالات المحمدية وجد بينهما فرقا، فإن طريقة القرآن في ذكر الكمالات الإلهية إيش؟ إيجاز ولا إطناب ولا مساواة؟ ها؟ الإطناب. طب الكمالات المحمدية والكمالات المحمدية طريقة القرآن ها؟ كيف عرفت أنه مساواة؟ ها؟ لا، لازم من الكلام نفسه. فطريقة القرآن في بيان الكمالات الإلهية أنها إن كانت من باب الإثبات فطريقة القرآن الإطناب، وإن كانت من باب النفي فطريقة القرآن الإيجاز، وأما الكمالات المحمدية فطريقة القرآن المساواة. وهذا هو المناسب للمعاني المستكنة في تلك الكمالات، فإن الكمالات الإلهية عندما تكون إثباتا يناسبها الإطناب. اقرأ آية الكرسي، هو الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم إلى تمامها، واقرأ آخر سورة الحشر، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة إلى تمام الآيات. وهكذا في مواقع مختلفة من البيان القرآني يأتي ذكر الكمالات الإلهية المتعلقة بالإثبات إطنابا، وأما الكمالات الإلهية المتعلقة بالنفي فإن الكلام يأتي فيها طيا على وجه إيش؟ الإيجاز، على وجه الإيجاز، لأن باب النفي إذا فصل فيه كان نقصا. فأنت عوض أن تقول عن رجل إنه بصير تقول إنه غير أعمى ولا أعور ولا كذا وكذا، وتعدد أوصافا يثبت بها وصف البصر له، فيكون في تكرار هذه النقائص على وجه النفي نوع من النقص. فجاء مسلك القرآن عند ذكر الكمالات الإلهية الواردة نفيا كونها إجازة. وأما الكمالات المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام فإنها تأتي مساواة، واعتبر ذلك في كون أكثرها واردا على سبيل القصر، أي أن الصفات التي تذكر معها تكون مقصورة، إنما كقوله تعالى إنما أنا بشر، وقوله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل الآية. فملاحظة تتابع القصر فيها يفيد إرادة وقوع المساواة ببيان الكمالات المحمدية التي لا تعلو به حتى يكون مشاركا لله، ولا تنزل به حتى يكون موافقا لغيره من الخلق في كمالاته. فله صلى الله عليه وسلم من الكمالات البشرية ما ليس لغيره من هذه الأمة. وبمثل هذا في معرفة البلاغة عامة ومعرفة الإيجاز والإطناب والمساواة في القرآن خاصة تتضح المعاني العامة للوحي القرآني.